طبعاً. أمير، يعني حكيك حلو حتى كتير مقنع، بس ما رح يكون كل شي سهل، بتعرف ما هيك؟ إذا من هلأ الناس عم تحكي بالموضوع وعم يحاكموني هيك، يعني بس بكرة يكبر بطني هالناس شو رح يعملوا لكان؟ ليكي، أنت ما حدا إله عندك شي أبداً، وبرأيي أنت لازم تحطي هالكلام ببالك، ولما بتهتمي بكلام هدول الناس عم تعطيهم حجة عليك. أنت منيحة يا لبنى وقلبك طيب كتير، انسي كلامه ننسيه. لك أنت لازم بعد هلأ ما تفكري غير بحالك وباللي ببطنك بس، اوعك تستسلمي وتضعفي. ليكي ليكي، هاي الجنين. ست شهور ونص وصحته كتير منيحة. يا الله شو حلو. هبة شايفة شو حلو؟ وتخيلي بعد شهرين ونص رح يكون بين ايدي البيبي. كتير حلو. بعرف انه اليوم كنتي رح تقولي لي اذا ولد ولا بنت، بس انا قررت اني ما اعرف النوب. طيب مثل ما بدك. هبة، انتي منيحة؟ ايه منيحة كتير، وتأثرت يعني لما شفتها تحرك. طبعا ما انه سهل، رح تكوني خالته، يعني نص الام انتي. صحيح. انا رح استناكي برا، جهزي حالك وتعي. ايه صار بطنا لحلقة، لازم تتعود على فكرة الولد. ليك سعيد، هو رح يولد ماشي، ما رح نقدر نمنعه، وبكرة بيكبر ورح يصير شاب، وبعدين رح يجي يوم ويحاسبك أكيد، ما رح تخلص منه. هذا ابنك، عن جد حرام عليك. اسمع كلامي، وكرمال هالولد روح واكتب كتابك عليها يا سعيد. انت ليش ما عم تفهم علي؟ يعني اجا الوقت لتبلش تعمل لي مشاكل انت كمان؟ ايه طبعا اجا. شو رأيك؟ مبين. فهمني، اذا ما بدك لبنى لا تعيش معها. انت شوف حياتك وهي بتشوف حياتها بس كرمال الولد. كتب كتاب سوري يا أخي، صعب الموضوع. أمير، لهالدرجة كلامي مو مفهوم؟ كرمال الله شو يلي أنت ما عم تفهمه؟ أنا مستحيل. يا سعيد، أنا ما عم بفهم ليش كل هالقد أنت قاسي. جاوبني على هالشي لحتى أفهمك. ليش؟ عم بقلك ما بدي. عم تفهم؟ أنا ما بدي يكون مع لبنى أبدا. ولك حيجي الولد. شو وين كنتوا يا بنات؟ عند الدكتورة. يا طمنيني، البيبي منيح؟ بيطير العقل. الله يحمي لك يا. قدامك وحدة بتفهم أكتر بهي الشغلات، بس أنت ليش عم تروحي مع هبة؟ ما عم بفهم. لا تفهميني غلط، بس هبة ما لها علاقة بهيك شغلات أبدا. مزبوط، الحق معك، وأنا قلت لك كمان داليا بتفيدك أكتر مني بالموضوع، بس ما رديت. ما كان عندها شغل، وأنا كتير ترجيتها لحتى تروح. المهم أنا رح أمشي. شوفكن. أنا ما رح أصبر أكتر من هيك، بدي أتعرف عليك.
ما عم بيرفس ما هيك؟ لسه ما حسيت بشي لهلا. أهلين يا عاكف. أهلين. عود. كيف تحب القهوة؟ أنا بحب وحدة غيرها. مفهوم؟ شبه كأنه مو مصدقني بهي كمان. مثل ما حبيت لبنى كنت كتير عشقانة. لك أنت دائما بتحب يا سعيد، بس لما تصير جد بتتغير عكلين. فيك تقلي مين هي ضحيتك الجديدة هلأ؟ آه معلش تقله لأخوك الصغير إذا ما عندك مانع. طبعا هيبة، أنا بحب هيبة. سعيد، قلت هيبة؟ مثل ما سمعت. صدقني هاي أول مرة بحياتي بحب وحدة بهذا الشكل الجنوني. عن جد أمير مثل ما عم بقلك بحبها بعشقها بموت فيها. هيبة ما غيرها؟ ومن إمتى؟ من أول ما قابلتها. لو ما كانت لبنى كانت حبتني، بس هلا ما عم تطلع بوشي. استنى شوي، فهمني كيف صار هيك؟ لك مو على اساس هي عندها علاقه مع هذا الشاب، هذا الشاب اللي مدري شو اسمه، عروه؟ عروه مو هيك؟ مو على اساس بيحبوا بعضهم؟ وانفصلوا. ولما هي بلشت تحبني لبنى اجت وقالت لنا انه هي ما نزلت الولد. سمعت كل اللي كنا عم نقوله. لك والله هالحكي ما بيصير. شو الموضوع؟ خير؟ لك انت ما فيك احساس يا سعد الله، بنتك بطنة لحالها ولهلا سعيد ما كتب كتابه عليها وكل الحارة عم تحكي. ليش تاركها قاعدة ببيته؟ ليك يا عاكف، إذا بتسكر هالموضوع بيكون أحسن. حتى لو سكرت هالموضوع سيرتكن على كل لسان، ولازم تتحرك بقى، القصة عم تكبر والناس رح تحكي أكتر.